ايه المكتبة ممكن تقدمه مع الجمهورية الجديدة؟ وحتى تقرأ عنوان الجمهورية الجديدة ازاي اللي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا رايحين فين في معنى الجمهورية الجديدة؟ معنى الجمهورية الجديدة هي تغيير موضوعي مش شكلي فقط. يعني ليست أبنية والإنفراستراكشر اللي اتعمل والكباري والمباني الضخمة والعاصمة الجديدة، كل ده طبعا وارد، إنما هي تحتاج إلى تغيير في الثقافة والعقل، تغيير عقلي ورؤية أخرى. ده اللي بيقصده الرئيس السيسي، أن نرى الأمور بمنظار مختلف. لدولة حديثة عصرية. يعني لننفض عنا غبار السنين ولنتطلع إلى المستقبل بشكل مختلف، شكل يرى الأمور كما يراها العالم حولنا. لأن الحقيقة عندنا مشكلة في العالم العربي، نحن نقول ما لا نفعل ونفعل ما لا نقول، ففي عزلة حقيقية عن العالم. الرئيس السيسي بيحاول أنه يضبط إيقاع حركة المجتمع المصري أو حركة الشعب المصري في ظل الجمهورية الجديدة. لما جت الديجولية بقت جمهورية جديدة في فرنسا وهكذا. يعني ارتباط مرحلة معينة بتغييرات جذرية في التفكير مع تغييرات في القيادة، القيادة الجديدة دي بتؤدي إلى تصور لمجتمع مختلف نطلق عليه الجمهورية الجديدة. إيه اللي أنا ممكن